في لقاء خاص مع الإخبارية قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة إن المملكة التي وصفها السنيورة بالدواء لا تستحق إلا أن تقابل بالوفاء بعد سنوات من الاحتضان لأوجاع لبنان. أول شيء بداية أنه هذه المواقف مستنكرة وحملات التهجم والكراهية التي يبثها البعض ضد المملكة العربية السعودية أمر غير مقبول وليس هو من صالح لبنان بداية، وليس أيضا من صالح العمل العربي المشترك، وينعكس سلبا على لبنان وعلاقاته العربية التي يؤكد عليها وينبغي أن يتم أن يستمر التأكيد عليها. وليس هكذا يعامل وفاء المملكة بالنسبة لعلاقاتها بلبنان ولدورها في العالم العربي. لبنان على مدى عقود وعقود كان كل ما يوجع راسه يلجأ للمملكة العربية السعودية لكي تتولى مداوات هذا الوجع. هذا وشدد السنيور على ضرورة أن يتخذ لبنان موقفا واضحا إزاء الأشقاء العرب بعيدا عن المواقف الرمادية. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، بما معنى السفهاء قليلين العقل، يعني اللي هن مش عم بيعطوا ما يسمى ما يعني قدر يعني تقديرهم لمصلحة لبنان بالتقدير الكافي. فلذلك أنا في ضوء هذا الوضع أنا بعتقد أن هناك مجالا لإحداث خرق في هذا الجدار الأزمة التي نحن فيها والخروج منها بسياسي مبادرة وفعالي من أجل إيجاد موقف واضح من قبل لبنان بعيدا عن الرمادية، يكون بمصلحة لبنان أن يتخذه وينعكس إيجابا على علاقاته بينه وبين أشقائه الدول العربية.